دايما انت يا كريم لما بتكون لاعب كوره بتبقى محتاج الجانب النفسي، مهم جدا للاعب ان انت لما بتكون نازل مباراه لازم تكون صافي ذهنك، فبالتالي هتأدي بمستوى طيب جدا ومستوى كبير، فامكانياتك تقدر تظهرها بشكل كويس جدا وشكل مرن. موضوع الجانب النفسي للاعب طول ما هو سيء بتحس ان هو دايما في الماتش مش في احسن حاجه ومش احسن مستوى، فيبدا يحصل دروب كبير جدا ليه، فيبدا يتهاجم سواء لو كان في نادي جماهيري او في نادي مش جماهيري، فيبدا يتهاجم من الناس اللي حواليه. فالجانب النفسي بعد ربنا سبحانه وتعالى هو كان حاجه من العوامل اللي انا ظهرت فيها بشكل كويس الفتره اللي فاتت مع نادي سموحه. ممتاز جدا. طيب هرجع تاني لنادي سموحه، بس عايز ابدا من الاول خالص. البدايه كانت وادي دجله، مظبوط؟ مظبوط. انت انضميت لوادي دجله امتى؟ انا كنت في حوالي كان عندي 8 9 سنين، قعدت فتره 8 سنين او 7 سنين، بعد كده كان عقدي انتهى لان انا مضيت عقد اخر سنتين، هايل، فما كنتش بتصعد فيرست تيم بشكل مستمر، فكنت حابب ان انا اخرج العب في فريق دوري ممتاز، هايل، خاصه ان انا كنت بلعب في منتخب الشباب ساعتها مع كابتن معتمد جمال، ف رفضت بصراحه موضوع ان انا اجدد في النادي، لان كانوا عايزين اجدد 5 سنين وافضل موجود برضو بس في الناشئين واطلع على فترات قليله جدا. خرجت رحت بتروجيت، قعدت سيزون هناك، شاركت في حوالي 5 مباريات فقط. كان الموضوع بالنسبه لي برضو مش احسن حاجه، ان انت لعيب عندك طموح كبير ولعيب صغير في السن، فمحتاج ان انت تلعب اكتر عشان تظهر امكانياتك اكتر، عشان انت عندك تارجت معين ان انت تحترف او تروح فريق كبير. طلبت في اخر السيزون ان انا امشي اطلع اعاره بحيث ان انا اظهر بشكل كويس اكتر واحسن، والحمد لله ربنا كرمني ورحت النادي الداخليه مع الكابتن علي عبد العال، ظهرت بشكل كويس جدا، لعبت السيزون كله. هنا كان في ناس بتتابعني من بلجيكا انا ما كنتش اعرف، وانت في الداخليه بالظبط، هايل. بدا يبقى في تواصل مع الايجنت في نادي جنت، كان اسمه روجير، اتواصل مع اكتر من شخص هنا في مصر من ضمنهم كابتن محمد اليماني طبعا، فشكر فيا وحب ان هو يتواصل معايا ويقعد معايا فيس تو فيس عشان يبدا يشوف اسلوبي في الكلام ويبدا يشوف المينتاليتي بتاعتي عامله ازاي، بحيث ان انا اقدر اتاقلم بره مصر ولا لا. قعدت معاه حوالي نص ساعة، ساعتها ما كنتش بتكلم انجليش قوي، كنت يعني ممكن افهمه وما اقدرش ان انا اوصل له المعلومة بصعوبة. فبعدها تاني يوم على طول قال لي مصطفى انت هيوصل لك فاكس رسمي من نادي جنت البلجيكي، كان في نادي فرنسي برضو قال لي عليه نادي نيس، فقال لي هيوصل لك الفاكس رسمي على نادي بتروجيت، وان شاء الله خلال فتره قليله جدا تكون موجود معانا في جنت البلجيكي. في الفتره دي انت كنت بتقدم مستويات كبيره مع فريق الداخليه؟ كنت مستغرب ان انا احترفت في الفتره دي، كنت كويس، كنت ظاهر في الدوري بشكل كويس، كنت انا من واحد من نجوم فريق نادي الداخليه، لكن ما كانش في دماغي ان انا هحترف فعلا بعد السيزون ده، لان مش ده احمد مصطفى اللي انا كنت خارج من بتروجيت علشان خاطر اعمل المطلوب مني وزياده. انت كنت جيد معاهم، بس انت كنت من جواك عارف انه ده مش اخرك. بالظبط، انا عندي اكتر من كده بكتير، عندي احسن من كده طبعا. لما بدات اسال نفسي كتير وبان عليا وانا بتكلم مع مستر روجير اللي هو الايجنت، قال لي يا مصطفى احنا مش بنركز على ان اللعيب جاب جون ولا 2 ولا 3، احنا بنركز على حاجات تانية خالص جنب الاهداف وجنب الاسيست وجنب الحاجات دي. شغل السكاوتنج بقى، ان انا اشوف تحركاتك وتفكيرك في الملعب وبتلمس الكوره ازاي، البوزيشن ايه، امتى بتنقل الكوره، في تفاصيل كتيره جدا. سالته قلت له طب ايه هي الحاجات يعني؟ قال لي رقم واحد بنبدا نشوفه للاعب عقليته، بعد كده احنا لسه ما قعدناش معاك، فبنشوفك ان انت عندك يعني كواليتي كويس ان تقدر تتعامل بيه في اوروبا، فلما شفناك في تحركاتك في التكنيك بتاعك الباسز الشوتينج الحاجات دي كلها، لقيناك ان انت لعيب يعني ممكن مع التمرين ومع العيشه في اوروبا يبدا يكون في تطور في مستواك. هايل. فانا اتبسطت جدا ان انا في حاجه مميزه خلتني مختلف عن بقيه زمايلي سواء في التيم بتاعي او في بقيه الفرق. لما سافرت بره بقى، كان عندك كام سنه وقتها؟ كان اعتقد 17 18 سنه يعني. هايل. هايل. يعني انت كل التنقلات حتى في الانديه اللي في مصر ديت كنت صغير جدا. بالظبط. ممتاز. فلما سافرت كان طبعا صغير جدا في السن،
وكنت محتاج ان انا حد يبقى معايا هناك عشان خاصه انا ما بعرفش اتكلم انجليش. صح. فحبيت ان انا اكون هناك في تجربه لوحدي بان انا يبقى في مغامره حلو. بيني وبين نفسي. حلو. في الاول كنت خايف جدا ان انا اسافر. سافرت لوحدي. حصل مشكله للايجنت اللي كان جايب لي السفر، فاضطريت ان انا اسافر لوحدي. عملت ترانزيت في مطار فرانكفورت المانيا، وحصل مشكله كبيره جدا والطياره فاتتني، وبدات يبقى في تواصل مني للنادي في جنت، إن انا مش عارف اتحرك، مش عارف اروح، فكلموا المطار. فمهم ان انا وصلت، بس وصلت في طياره تانية. اول انت وصلت بصعوبه، محدش مسافر معاك، مش عارف تتكلم انجليش، فطبعا مش عارف تتعامل بالظبط، محتاج حد هو اللي يتعامل لك، فالحد اللي يتعامل لك ده اصلا ما سافرش بالظبط. فانت رايح بطولك، وانا ونصيبي بقى، انا مش عارف هيحصل ايه. ربنا معايا بقى. هايل. وانت عندك كام سنه؟ انا بفكر حوالي 18 سنه. 18 سنه. انا اسف يعني، شاب صغير جدا، مش هقول طفل بس بالزبط. شاب صغير جدا لسه مش عارف اي حاجه، مش هيعرف يعمل ايه. فخدت القرار بالزبط. ما قلتش بقى ايه، انا لا يا عم بلاش، انا هقلق او ارجع القاهره تاني. في غيرك مثلا يقول لك إيه، لا لا طب خلاص انا هرجع بيتنا. ايوه. انت قلت لا انا هوصل. لا، انا من صغري والدي الله يرحمه ووالدتي وربوني على ان انا دايما اخد اي مغامره مهما كانت العواقب بتاعتها، لان انا كده كده هتعلم منها. ممتاز. لو ما استفدتش منها بس هتعلم منها فيما بعد. حلو. سافرت. سافرت وصلت بقى. وصلت هناك. اول ما وصلت بقى جمعتني قاعده كده مع النادي في الاداره مع الايجنت اللي هو روجير. قالوا لي بص مصطفى، مبدئيا كده انت مش هتبدا ان انت تدخل مع الفريق قبل 6 شهور اللي هو الفريق الاول. هتتمرن وكل حاجه، بس لحد ما تبدا ان انت تنضج كرويا وتاخد على الجو في اوروبا. فبصراحه انا كنت وقتها لا، عندي طموح كبير جدا وعندي شغف مش قادر تصبر رهيب. فساعتها وانا قاعد وصلت لهم ان انا لا، انا هلعب من اول ماتش في الدوري. حلو.